بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة والطالبات صف الثالث الثانوي الأدبي، أحييكم من جديد وأستمر معكم إن شاء الله في شرح مذكرة اللغة الإنجليزية للقسم الأدبي، متمنيا لكم التوفيق والنجاح. نأتي الآن إلى يونت 4، نأخذ منها اللي هي Great Failures. Great Failures. الدرس في هذا في المذكرة تجدوه عندكم عنوان Great Failures اللي هي الإخفاقات. Failures اللي هي إخفاقات الGreat عظيمة، الإخفاقات العظيمة، ممكن نسميها الإخفاقات العظيمة. وطبعا بالنسبة للترجمة زي ما دائما ننبه ونقول لا يمكن أن يكون هناك ترجمة واحدة يتفق عليها الجميع. طبعا الترجمة تختلف من ثقافة إلى ثقافة. أنا نقول الإخفاقات العظيمة، ممكن يجي شخص آخر يقول الفشل الكبير أو نسميها. المهم الخلاصة إن هي فشل أو إخفاق بشكل كبير أو بشكل عظيم جدا. Write these words in the correct column in the chart. أكتب هذه الكلمات في العمود، column اللي هو العمود أو الصف الصحيح في الجدول. طبعا عندنا نحن كلمات badly, best, great, well, worst, be good at, be not very good at, mistake, right, wrong, fail, failure, pass, succeed, success, successful, unsuccessful, ashamed of, proud of. تلاحظ أن الكلمات في positive and negative، يعني كلمات إيجابية وكلمات سلبية. أوكي؟ نشوفوا شنو نقدروا نحلوا في الجدول. عندنا answers. Now, positive words والnegative words، الكلمات الإيجابية والكلمات السلبية. نشوفوا positive words. أول وحدة pass، ثاني وحدة fail، جت تحت negative words. pass اللي هو ينجح وفيل يفشل. اوكي نشوف الكلمه الثانيه succeed ينجح ايضا نجاح. اوكي ashamed of خجول من يخجل من، طبعا خجول دائما حاجه سلبيه غير مستحبه. be good at جيد في مجال ما، ممتاز في مجال ما، طبعا positive word. be not very good at كلمه سلبيه، ليس جيدا في مجال ما. اوكي سكسس نجاح جيد. mistake خطا او غلط شيء سلبي. well حسنا جيد. how are you I am very well. very well اذا شيء ايجابي. اوكي failure اخفاق او مخفق. اوكي failure اخفاق طبعا حاجه سلبيه. best احسن the best one إذن positive words. wrong خطأ negative words. okay right صحيح you are right أنت صحيح تمام إذن إيجابي. worst اللي هو الأسوأ، اللهم احفظنا negative word. okay great عظيم. okay unsuccessful غير ناجح غير موفق سلبي. okay successful ناجح موفق. okay badly على درجة سيئة. badly على نحو سيء. proud of فخور به جيد شيء إيجابي. okay great failures. طبعا بالنسبة للناس اللي تبع معي في المذكرة موجودة في صفحة 25. Great failures كيف ما قلنا في الحلقة الماضية اللي هي الإخفاقات العظيمة أو الفشل الذريع. الفشل الذريع. Okay. Great scientists, world leaders, famous writers, singers and film stars all have a special talent. يعني great scientists اللي هم العلماء العظام الكبار، قادة العالم world leaders
famous writers والكتاب المشهورين أيضا, singers and film stars, المغنيين والممثلين, all have a special talent. كل هؤلاء لديهم مواهب خاصة, special talent, okay? They are all specially good at something. كلهم جيدون أو ممتازون في مجال ما, أو كل في مجاله, okay? Millions of pages are written about them in books, magazines, and newspapers. ملايين الصفحات تكتب عنهم في الكتب والمجلات والجرائد. But what about those who are specially bad at something? ولكن ماذا عن أولئك الذين هم فاشلون في شيء ما؟ فاشلون في شيء ما. This page is for them. هذه الصفحة مخصصة لأولئك الفشلة. لهذا سمي الموضوع Great Failures. Okay. نشوفوا أول حالة عندنا. The worst driver in the world. أسوأ سائق في العالم. The worst driver in the world. كيف أسوأ سائق؟ Let us see. This title is proudly claimed by a British woman who had 212 driving lessons. هذه أو هذا العنوان يتحدث بفخر عن مرأة إنجليزية, British woman, who had 212 driving lessons. أجرت 212 امتحان قيادة. Okay, but could not pass her driving test. ولم تتمكن من اجتياز امتحان القيادة. She failed her test 38 times. يعني فشلت في اجتياز الاختبار 38 مرة in 8 years, خلال 8 سنوات. Her 39th test, وامتحانها 39, was not so bad, لم يكن سيء جدا, and she would have passed if she had not driven through a red light. كانت قد تنجح لو أنها لم تجتاز الإشارة الحمراء. She finally passed the test a month later. وبعد شهر من هذا الفشل في اجتياز الإشارة الحمراء, بعد شهر اجتازت امتحانها. Okay, شوفوا الحالة number three. The longest failure to return a borrowed book. The longest failure, يعني أطول إخفاق في إعادة كتاب من الكتاب, يعني من المكتبة. Okay. Many of us are slow to return things that we have borrowed. يعني قال أغلبنا بطيئين جدا في إعادة أشياء مستعارة أو أشياء نستعيرها من, طبعا عادة الكتب, وهناك أشياء أخرى, ولكن هنا يتحدث عن الكتاب. يعني واحد لما يجي المكتبة ويستعير كتاب, عنده تايم معين مفروض يرد في هذا الكتاب. But first prize must go to Mr. M. Dodd, who borrowed a book from a library in 1823. قال لك ولكن الجائزة الأولى لابد أن تعطى للسيد دود, الذي استعار كتابا من المكتبة في عام 1823. He was supposed to return it. كان من المفترض أن يعيده 3 weeks later, بعد 3 أسابيع. But the book was not returned until 1968. ولكن الكتاب لم يرجع إلى المكتبة إلى غاية أو حتى عام 1968. Mr. Dodd's grandson, حفيد السيد دود, who returned the book, الذي أعاد أو أرجع الكتاب, explained, يشرح في الموضوع, يشرح في هذا الإخفاق.
My grandfather was going to return it. كان جدي يريد أن يعيده. But he died. ولكنه مات. رحمة الله عليه. I should have returned it earlier. وكان علي أن أعيده يعني مبكرا بعد وفاة جدي. But I kept forgetting. ولكني أنسى في كل مرة. ولكني في كل مرة أنسى. يعني جد مات وهو قعد ينسى. أوكي؟ شوف الكتاب استعير في 1823 وأعيد للمكتبة في 1968. الحالة الثالثة والرابعة. The least successful weather report. التقرير الأكثر الأقل نجاحاً عن الطقس. التقرير الأقل نجاحاً عن الطقس يعني تقرير غير موفق عن الطقس. نقوله A radio presenter in Saudi Arabia يعني مقدم برامج أو مذيع في الإذاعة السعودية once مرة announced أعلن مرة قال We are sorry that cannot give you the weather forecast. نأسف لعدم تمكننا من إعطائكم التوقعات الجوية. Weather forecast اللي هن التوقعات الجوية. We receive the weather forecasts from the airport. نحن نستلم أو تأتينا التوقعات الجوية من أو الأحوال الجوية من المطار. Which is closed because of the bad weather. الذي هو مقفل الآن بسبب الطقس السيء. يعني هو يعطي نشرة عن الطقس ينتظر فيها من المطار وقال المطار مقفل لأن الطقس سيء. The announcement ended. وانتهى الإعلان بالكلام التالي. If the weather improves, إذا تحسن الطقس, We will give you the forecast tomorrow. إذا تحسن الطقس سنعطيكم التوقعات أو الأحوال الجوية غدا. الحالة الأخرى The worst burglar. Worst burglar اللي هو أسوأ لص. أسوأ لص. سارق. Okay. A burglar broke into a house in Paris. دخل لص بيتا في باريس and stole a video and some silver. وسرق منه فيديو وبعض السيلفر اللي هي الفضة. He was just going to have to leave. Sorry. He was just going to leave. كان على وشك أن يغادر when he felt hungry. عندما شعر بالجوع. يعني كان على وشك المغادرة لكنه شعر بالجوع. In the kitchen وفي المطبخ He found some of his favorite cheese. وجد في المطبخ بعض من الأجبان المفضلة لديه. If he had left then, لو أنه غادر عندها, يعني في تلك اللحظة, لو أنه غادر في تلك اللحظة, he would have been all right. كان سيكون في وضع أحسن و في وضع أحسن حال. Okay. But the kitchen was full of good things. ولكن المطبخ كان مملوءا بالأشياء الجميلة. مملوءا بالأشياء الجميلة. طبعا مطبخ فرنسي أكيد حيكون مليان. نعم. Which he ate quickly. أشياء جميلة أصبح هذا الرجل يأكل فيها بنهم. بشكل سريع ونهم. جيعان. ها؟ After a time, وبعد وقت أو وبعد برهة, he felt very sick. شعر بأنه مريض جدا. He wished he had not eaten so much. كان تمنى أنه لم يأكل بهذه الكمية. So he eaten so much. So quickly and he lay down. Okay, let us say this sentence again. He wished he had not eaten so much so quickly. كان قد تمنى أنه لم يأكل
بكثرة بهذه السرعة. And he lay down واستلقى. يعني تمنى وبعدين استلقى. بعد هذه الاستلقاء الجميلة, the next thing he saw, أول شيء شافه بعد هذا الاستلقاء, was a police officer. كان ضابط البوليس أو ضابط الشرطة واقفا عند رأسه. ماذا حدث؟ He had been asleep for 5 hours. راجل تريح جدا لدرجة أنه هو رقد 5 ساعات في عوش العرب. Okay. نشوفوا الحالة الأخرى. The unluckiest lion اللي هو الأسد السيء الحظ. الأسد السيء الحظ. نشوف القصة. When a lion escaped from a circus in Italy, عندما فر أسد من السيرك في إيطاليا, people screamed and ran. الناس صرخت هاجت وجرت. Then the lion saw a small boy. ثم الأسد رأى طفل صغير. And ran after him. وجرى خلفه. That was a big mistake. وكانت تلك غلطة كبيرة. The boy's mother was a big strong woman. أم الطفل كانت مرأة strong woman big. ولية كبيرة قوية وضخمة. And the lion soon wished it had left the boy alone. بعد ما شافها الأسد, شاف الولية, تمنى لو أنه ترك هذا الطفل وحيدا ومجشورا. It spent the next 3 weeks in an animal hospital. هذا الأسد المسكين قضى 3 أسابيع التالية بعد هذه الحادثة في مستشفى كرمكم الله الحيوانات عند الدكتور البيطري. And was afraid of women. وكان afraid of women. وكان يخاف من النساء. كان أصبح يخاف من النساء. And small children. والأطفال الصغار لعند متى؟ For the rest of its life. في بقية حياته. Okay. Now, in each case, تمرين. In each case, في أي حالة أو في كل حالة, which explanation is correct? Circle A or B? طبعا تمرين هذا شباب شابات تمرين أرجو التركيز عليه, لأن يعني دائما الطالب الذكي كيف ما قلنا أنه هو يعرف أو يقدر يخمن أين يمكن أن يسأل وأين يمكن لا يمكن أن يسأل في مواضع يأتي فيه سؤال. طبعا نحن قرينا القطع اللي فاتت, فهذه الأسئلة عليها طبعا مش هتقدر تجاوب لو ما فهمتش النصوص اللي قريناها كويس. نشوفه. طبعا شو المطلوب منك؟ Which explanation, أي تعبير هو أصح؟ هو يعطيك تعبيرين وتختار التعبير الصحيح بحيث A or B. تختار A والله B. نشوفه. He was supposed to return it 3 weeks later. لو جاني في الامتحان سؤال زي هذا, he أنا من؟ he عادة ضمير يعود على غائب. هذا الغائب لما تقول هي مجهول, لكن لو أنا قاري القصة وفاهم مظبوط, أول ما نشوف he was supposed to return it 3 weeks later نعرف أنه هو يحكي عن الرجل الذي استعار الكتاب وكان من المفترض أن يرجعه بعد 3 أسابيع. قرينا القصة. قال لك طبعا التعبير الأول he didn't want to return it 3 weeks later, هو لم يكن يريد أن يرجعه بعد 3 أسابيع. أو the library expected him to return it 3 weeks later, كانت المكتبة تتوقع أن الكتاب يعود إليها بعد 3 أسابيع. أي التعبيرين أصح؟ Yes, that's right. مضبوط, هو التعبير B. المكتبة كانت تتوقع أنه هو يعود بعد 3 أسابيع. شوفوا number two. My grandfather was going to return it. ما زال يحكي على هذا العيل, يحكي على جده. قال جدي كان يبي يرجع الكتاب أكيدة. ها نشوف التعبيرات. هل يقصد my grandfather wanted to return it والله my grandfather will to return it. Okay. My grandfather
wanted to return it or my grandfather will to return it. Excuse me, Mr. Ahmed. My grandfather was going to return it. جدي كان يريد أن يرجعه. اللي هو اتعيد على الكتاب. هل التعبير الصحيح My grandfather wanted to return it or my grandfather will return it. هل أن جدي أراد أن يرجعه أو My grandfather will return it. Let us see. الإجابة الصحيحة number 2A. اللي هي My grandfather wanted to return it. الجواب الصحيح هو A. اللي هو كان جدي يريد أن يرجعه. Okay. Number 3. العيل قال I kept forgetting. قعدت ننسى. زي ما نحن نقوله قعدت ننسى. Okay. هل يقصد I forgot many times or I forget to keep it. إني نسيت عدة أو عدة مرات أو I forgot to keep it نسيت أن نحتفظ به. Okay. الجواب بنمبر 3A I forget many times. I kept forgetting هي نقصد يعني قعدت ننسى معناها نسيت عدة مرات. Okay. Number 4 I broke into a house. دخلت broke بمعنى دخلت بيتا. دخلت بيتا. هل التعبير I damaged a house or I went into a house. هل مقصود به اني انا اتلفت بيت اتلفت damaged or I went into. دخلت في البيت. طبعا اكيد هي حتكون دخلت في البيت اللي هي B. I went into a house. Okay, number 5. The lion soon wished it had left the boy alone. تمنى سرعان ما تمنى الأسد سرعان ما تمنى الأسد أنه لو ترك الولد وحيدا ومجى الشورى. Okay, التعبير هذا الصحيح من هذه التعبيرات. هل the lion was soon sorry that it had run after the boy, أن تأسف أن جرى في جرة العيل, أو the lion wanted to leave the boy alone, أن الأسد يريد أن يترك الطفل وحيدا. الجواب في 5 هو A, أن الأسد سرعان ما تأسف أنه جرى خلف الولد. أوكي, نؤكد أو نزيد نأكد لكم, خلوا باكم من مثل هذه التمرينات والأسئلة لأنها أسئلة أولاً خفيفة ظريفة وبعدين الطالب تعتبر له زي سرعة البديهة أو ثقافة عامة أو يعني سميها أسئلة حتى لو جت دمها خفيف. أوكي, دمها خفيف, خلوا بالكم منها وركزوا عليها. أوكي, في lesson 3 vocabulary verb collocations. Verb collocations اللي هي الفعل collocations اللي هن المجموعات مجموعات الأفعال مجموعات الأفعال. Section A complete the table, put the words from the box in the correct column. Put the words from the column from the box. طبعا هذه الكلمات اللي تنزل أمامنا الآن سنضعها في العمود الصحيح لكل من منها. اوكي, عندنا نحن طبعا كلمه verb collocations يعني فعل وتاتي معه دائما كلمه متزامنه معه متلاصقه معه بمعنى اصح, زي الفريزل فيرب. الفريزل فيرب هن كلمتين دائما يجن مع بعضهم, زي لما نقول go on فعل ومعه preposition go on come in, هذين phrasal verbs. هنا verb collocations تجد فعل ومعه كلمة من هذه الكلمات دائما لاصقة معه أو ما تمشيش إلا معه. أوكي, برضو تمرين مهم خلوا بالكم منه, تمرين مهم خلوا بالكم منه جدا. أوكي, نشوفوا الكلمات. A mistake work أو homework. A mistake طبعا عارفين معناها work أو homework.
a break, a guess. A guess اللي هو التخمين. Sport, رياضة. Damage, تلف أو إتلاف. 220 kph اللي هن 220 كيلو في الساعة. Kilometers per hour. الKPH هذه اختصار kilometers per hour. A choice. Choice فرصة. A haircut. حلاقة. Discussion. محادثة. Problem. مشكلة. Suggestion. اقتراح. A headache. صداع. An experiment. تجربة. Lesson. درس. Your best. أفضل ما عندك. Drink. شراب. Phone call. مكالمة هاتفية. Favor. معروف. Decision. قرار. Breakfast. فطور. Arrest. راحة. A noise. ضوضاء. An appointment. موعد. Okay. نشوفوا شو المقصود بالتمرين وبهذه الكلمات. Okay. إذا أصبح عندنا make, do, have. أتمنى تكون واضحة على الشاشة. Make, do, have. أفعال تمشي معها كلمات من هذه الكلمات. كل فعل لابد أن تمشي معه كلمة معينة. أوكي نشوفوا make و do و have ماذا تأخذ من هذه الكلمات. نقول أول كلمة mistake. نقول make a mistake. Make a mistake يعني ارتكب خطأ. هنا طبعا في ناس واجد يجي يقول لك make معناها أصنع معناها لا. غلط أن make نقول عندها معنى معين وغلط أن do نقول عندها معنى معين وكذلك have. المعنى المعين هو حسب موقعها في الجملة حسب موقعها في الكلمة في هذا الكوليكيشن في هذا في هذه المجموعة أو في هذا الثنائي كوليكيشن هنا نقدر نقول حتى ثنائي. make a mistake يعني ارتكب ترجمتها ما لو بنترجمها كيف ما بعض الناس يقول make أصنع نقول يصنع خطأ عندنا في العربية حاجة اسمها يصنع غلط ما تجيش لازم نترجم حسب ثقافتنا نحن. Make a mistake ارتكب خطأ إذا mistake لأن غلط إن نقول do a mistake أو have a mistake إذا هي make a mistake ارتكب خطأ. Okay. Work or homework سواء عمل أو واجب. Work or homework تمشي مع من؟ مع do. Do a homework. Do a work. Okay. هذا collocation ثابت. Break. Break راحة. أو استراحة. Have a break. ما نقولش make a break أو do a break. Have a break. Let us have a break. خلينا ناخذه راح. Have a break يعني خذ راح. Okay. نشوفوا اللي بعدها. A guess. تخمين. Make a guess. خمن. ترجمتها خمن. واحد نعطيه سؤال وبعدين بيبدأ بيعرف الإجابة. نقول له خمن. فكر شوية. خمن فيها. Okay. Make a guess. Make a guess. إذن هذا التمرين مهم جدا جدا. لابد أن تحفظ هذه الكلمات مع هذه الأفعال. Make, do, have. كل واحدة عندها مجموعة من الكلمات ملازمة لها. غلط أنك تقلب الكلمات. ما يجيش ما يركبش. أوكي؟ نشوفوا sport. Do sport. Sport مع do. بعدين damage. Do damage. Do damage. يتلف شيئاً ما. Okay. 220 kph. إذن do my car does 220 kph. سيارتي تجري 220 كيلو متر في الساعة. Okay. A choice. Make a choice. خذ فرصتك. Okay. خذ فرصة. Make a choice. Have a haircut. يحلق أو يحلق شعره. Have a haircut. Have a discussion. Have a discussion يعني يجري نقاش أو مناقشة. Discussion نقاش أو مناقشة. Okay. A problem. Have a problem. I have a problem. عندي مشكلة. ما نقولش make a problem. جي make a problem ولكن في معاني أخرى. الآن فعل والكلمة. Have a problem. Okay, make a suggestion. Make a suggestion. Okay,
suggestion إذن تمشي مع make a headache, have a headache, have a headache, do an experiment, do an experiment, have a lesson, have a lesson, have a lesson, do your best, have a drink, make a phone call, make a phone call, do a favor, اسمع معروفا, اعمل معروفا, اسدي نصيحة, okay, make a decision, make a decision. هنا ممكن نقول يصنع قرار, make a decision. هنا ممكن جي ترجمتها يصنع قرار. Have a breakfast, تناول الفطار أو الإفطار. Have a rest, have a rest, okay, they have a break. Make a noise, make a noise, يصدر ضوضاء, يصدر ضوضاء. Make an appointment, يجري موعدا, أو يضرب موعدا أو يأخذ موعد. Make an appointment, okay. نأتي للتمرين الثاني. What are three forms of the verbs make, do and have? Complete the table. ممكن يجينا جدول في make, do و have, فيه فراغات. نشوفوا الجدول اللي أمامنا. Okay. إذن infinitive, past simple و past participle. عطاني made, to make, to make هذا الinfinitive. Made هو الـ past simple, يبي توا الـ past participle. وعطاني هنا to do, يبي الـ past simple من to do والـ past participle من to do أيضا. في had عطاني past participle الـ had, أنا نجيب الـ infinitive ونجيب الـ past simple. طبعا حفظ التصريفات في الأفعال موضوع مهم جدا جدا شباب, ولا بد من التركيز على هذه الأفعال وحفظها. مش هذه فقط, كل الأفعال اللي تمر بنا في الدروس ياريت أن نحن نعطيها جزء من اهتمامنا, لأنها تساعدنا جدا في فهم التمارين وفي الحل أيضا. أوكي, نجي للثالث. إذن الفعل to make تصريفاته to make, made, made. نجو ال to do, to do حيقعد did و done, to do, did, done. Had, infinitive, to have, had, had. To have, had, had. Okay, now, complete the sentences, the sentences with a phrase from exercise A above. يعني أكمل الجمل اللي حتجينا توا, أكمل الجمل اللي حتجيك توا with a phrase, بعبارة من التمرين A above. Above مقصود به أعلاه, ولكن نحن نقوله التمرين السابق. You will need to change the verbs make, do or have into the correct form. عليك أن أو ستحتاج إلى تغيير شكل الأفعال make, do, have بعد ما عرفنا أشكالها الثلاثة أو تصريفاتها الثلاثة. To make, made, made, to do, did, done, had, to have, had, had. Okay, عطانا example. My hair's short because I have just had a haircut. قال شعري قصير لأنني حلقته لتوي. يعني تو كيف حلقت, شعري قصير لأني تو كيف حلقت. Okay, إذن هنا شنقال I have just had a haircut. إذن haircut شوفوها في الجدول اللي مر علينا حتلقاها تمشي مع have, ولكن هو غير have إلى had لأن الماضي خذيناه أن الكلام يحكي عليه في الماضي. إذن تقعد I have just had a haircut. شوفوا التمرين. I phoned this morning and X to see the doctor. درت تليفون هذا الصباح لكذا مع الطبيب أو لزيارة الطبيب. Okay. I am tired. I am going to نقط. أنا تعبان. أنا سا. Okay. This car can نقط.
has the storm نقط much نقط حنقوله اكس بدل من نقط اكس في الفراغ اذا حتكون اليق. We have been working for 5 hours and we haven't x عملنا لمده 5 ساعات ولم ناخذ اكيد استراحه او استراحه. Okay, I have x, I want that one. تمام لقد نقط اريد تلك بمعنى اذا خذيت قراري او حاجه زيك. Scientists نقط or x 4 years before they found the answer عملوا لعده سنوات قبل ان يجدوا الاجابه. Can I borrow your mobile ممكن تعيرني نقالك. I need to احتاج ان اجري مكالمه اكيد طبعا الموبايل ايش بدير به. I didn't feel very well لا اشعر ب براحه او لا اشعر بانني في وضع جيد. I x and a high temperature okay temperature اشعر بحراره عاليه وشوفوا الاجابات شنو ممكن يصير فيهن. نفس الجمل عودناهن possible answers. I phoned this morning and made an appointment to see the doctor درت تليفون هذا الصباح واجريت موعدا مع الدكتور. I am tired, I am going to have a rest. إذا تلاحظ كلها made هي تصريف make ما جت معها an appointment have a rest عندنا في الجدول. This car can هذه السيارة يمكن أن do 220 kph ممكن تدير 220 كيلو في الساعة do معها. Has the storm هل العاصفة done much damage هل العاصفة سببت كثير من التلف ها done إذن هي تصريف do أفطان done much. Now number 5 we have been working for 5 hours لقد عملنا لمدة 5 ساعات and we haven't had a break ولم نأخذ راحة had break. Okay I have made a decision okay لقد اتخذت قراري make a decision اتخذت قرارا. I want that one كانوا يخيروا فيه بين حاجتين قاعد يفكر 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 وبعدين قال okay I made a decision اتخذت القرار. I want that one أريد تلك حدد. Okay number 7 if I didn't know the answer إذا كان أنا مش عارف الجواب I would just make a guess أقوم أو أخمن فقط أخمن في الجواب إذا make a guess. Sometimes I was right وفي بعض الأحيان أكون على حق يعني يدير يخمن وبعدين يبان لأنه هو كان على حق. Scientists did experiments for years before they found the answer العلماء قاموا بتجارب لمدة سنوات قبل الحصول على الجواب. Can I borrow your mobile? I need to make a phone call. Make a phone call, okay? I didn't feel very well. أنا لا أشعر بتحسن أو بإني بصحة جيدة. I had a headache. I had a headache. Had تصريف have عندي صداع and high temperature. Okay. إذن خلوا بالكم شباب من هذه ال collocations من هذه الثنائيات. وبنهاية هذا التمرين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم على بركة الله. نلتقي معكم إن شاء الله في الدروس القادمة وفي الحلقة القادمة. أستودعكم الله وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.